طيب أنا عايزة أتكلم عن ظاهرة صاحبة السعادة بوجه خاص، لأنه أنا شايفة أنه دي ظاهرة مختلفة. أنا شايفة النهاردة أنه في أريحية كبيرة قوي بتبقى من الضيف وهو قاعد بيتكلم مع إسعاد يونس، ده بسبب بساطتها في الكلام وسرد الحديث. يعني أنا بفضل أتعلم منها كل مرة بتفرج عليها، فعايزة أعرف سر ده إيه؟ إيه السر اللي هي بتعمله بتخلي الضيف قاعد معاها بيحكي ومبسوط وبيتكلم عن نفسه، في بهجة كده هي بتاخد الحوار لمنطقة بتخلي دايما في بهجة بتخليك طالع من الحلقة مبسوط كمتفرج حتى. لأن هي دايما عندها مبدأ جميل قوي، إنها بتتكلم مع الضيف بأريحية كبيرة قوي، وبتبعد كل البعد عن مناطق معينة ممكن تجرح الضيف أو تضايق الضيف. لا، هي محتاجة إن البرنامج يكون برنامج خفيف وجميل، وفي نفس الوقت يسعد الناس، يسعد الضيف الاول ويسعد الناس اللي بتتفرج. ما هيش من النوع اللي لازم اسئله دسمه واسئله حرجه محرجه واسئله فيها ممكن الضيف يتضايق. يمكن كمان معرفتها بالضيوف بشكل شخصي بيخلي فيه اريحيه كانهم بيتكلموا مع حد من العيله، يعني ممكن ده كمان. بالضبط، لان طبعا كل اللي بتستضيفه الفنانه الاعلاميه الكبيره اسعاد يونس بتستضيف طبعا، لان هي طبعا في محيط علاقاتها كل الناس سواء كان في الوسط او خارج الوسط كلهم بيحبوا اسعاد يونس ويعرفوها كمان، وكل واحد بيبقى متشرف ان هو قاعد جنب قامه كبيره جدا زي اسعاد يونس. وهتلاقيها يا استاذه بسند ست خفيفه جدا وبسيطه صحيح. جدا ولا في والقعده معاها بتبقى في منتهى اللذاذه والجمال والخفه. صحيح، وده كمان يعني طبيعه شخصيتها استاذ محمد، وده اللي خلى الناس تصدقها وتخش قلوب وعقول المشاهدين. لما نرجع مره ثانيه ل يعني مسيرتها الفنيه والدراميه، في اعمال ذاكره المصريين عمرها ما تنساها ابدا للفنانه الكبيره اسعاد يونس، بكيزه وزغلول، الدويتو العظيم جدا اللي ما يتنسيش مع الفنانه سهير البابلي، في المسرح الدخول بالملابس الرسميه، اعمال كتيره جدا كلنا بنفتكرها وكلنا بنحبها حتى الان. هي صاحبه اداء السهل الممتنع. كناقد فني بعين الناقد الفني والصحفي، شايف أدائها الفني إزاي؟ وإزاي عرفت تعمل المعادلة دي إنها تقدم فن راقي جدا وتوصل بشكل مباشر لقلوب الناس؟ زي ما حضرتك قلت، بالنسبة للثنائي الجميل المبهج بينها وبين السيدة سهير البابلي في بكيزة وزغلول، أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، إن هذا الثنائي الفني هو الثنائي الفني الوحيد في تاريخ الفن اللي بيجمع بين فنانتين كوميديتين كأبطال كبطلتين، وعملوا مع بعض أكثر من عمل، يعني بكيزة وزغلول وليلة القبض على بكيزة وزغلول في فيلم سينمائي، ومسرحية نص أنا ونص أنتي، إلى جانب قبل كده مسرحية الدخول بالملابس الرسمية، وفيلم تلفزيوني استقالة عالمة ذرة. يعني هذه الأعمال الفنية الجمهور حبهم قوي، كان الجمهور نفسه يستمر او تستمر هذه الثنائيه المبهجه العظيمه اللي فعلا تعد الاستثنائيه. الى جانب انها فنانه قدمت اعمال فنيه بعيده للكوميديا، يعني هي كانت القاسم المشترك في افلام سمير غانم وسعيد صالح ويونس شلبي وعادل امام طبعا. وعادل امام وطبعا عادل امام ده حكايه كبيره جدا، لان هي بدات معاه في فيلم غاوي مشاكل.